والآن مشاهدينا إلى فقرة ترند ومواضيع شغلت المتابعين، حيث تجدد الجدل في المغرب حول تدريس بعض المواد بالفرنسية، إذ أطلق شاب مغربي يدعى عبد الناصر البصري عريضة إلكترونية حملت عنوان نعم للعدالة اللغوية في المغرب ولا للفرنسية، لتشهد الحملة تفاعلا كبيرا من المغربيين، لتتراوح التعليقات بين مؤيد ومعارض ومحايد رأى في الحملة مادة ضغط تواكب توتر العلاقات المغربية الفرنسية، وتمسك مطلقو الحملة بإلغاء الفرنسة معتبرين فرضها على المناهج التعليمية جريمة بحق المغربيين وتقليل من احترام ثقافة بلدهم. لا بل وسخر المشاركون بالحملة من ربط الانفتاح على الخارج باللغة الفرنسية، وانتشر وسم لا للفرنسة بشكل كبير مع انتشار العريضة لتصل نسبة التفاعل لأكثر من 70,000 مع عدد تواقيع وصل لأكثر من 8,750 توقيع، أي بمعدل يصل إلى 1,200 توقيع يوميا منذ بدء الحملة، بينما وصل التعليقات في ساعة الذروة لقرابة 32,000، وتراوحت التعليقات بين رافض للفرنسة بشكل تام وداعا لتعريب المواد العلمية. وطرحنا عليكم مشاهدينا الاستفتاء التالي: الفرنسية خطر أساسي يهدد ثقافة المغاربة، لتأتي الإجابة كالتالي: 80% بنعم و 20% بلا. وللتعليق مشاهدينا على هذا الموضوع ينضم إلينا الاختصاصي في علم البيانات ومطلق الهاشتاج عبد الناصر البصري، أهلا بك معنا. في البداية، لماذا هذه الحملة وما دوافعها؟ طيب، أولا بالنسبة للحملة، هي ليست وليدة اليوم، يعني نتحدث عن موضوع تقريبا أصبح موضوعا شائكا في المغرب، ويعني كثير النقاش ومستمر النقاش منذ 3 سنوات تقريبا أو أزيد من 3 سنوات. نتحدث عن القانون الإطار يعني اللي تم استصداره سنة 2019، وأشرنا له في العريضة، وهذا القانون أثار جدلا واسعا وأثار يعني أثار رفض كبير جدا. رغم ذلك يعني أصرت وزارة التعليم وطبعا يعني المؤسسات المعنية بإنزال هذا الورش الفاشل، إنزال يعني الورش اللي يعني ترتب على استصدار هذا القانون. فطيب، هو النقاش في حد ذاته ليس وليد اللحظة، يعني ليس جديد. البعض يستغرب ويستفاق يعني متأخرا يقول من قام بهذه الحملة، وأصلا كل سنة منذ ذلك الوقت كل سنة يعني يكون هناك نقاش قبيل الدخول المدرسي. نحن نتحدث تقريبا عن 2 3 أسابيع قبل الدخول المدرسي دائما، يعني لو رجعتم الى 2021 وايضا حتى في السنه اللي كانت فيها الجائحه، جائحه كورونا في 2020، كان هناك نقاش حول الموضوع، لم يكن بهذا الزخم لكن كان كبير. السنه الماضيه كان اكبر، هذه السنه يعني اصبح الموضوع لا يطاق، فعادي جدا. ايضا قضيه الفكره كما قلنا دائما يعني النقاش يزداد قبيل الدخول المدرسي، هذه من جهه. من جهه اخرى، النقاش احتدم في بدايات الشهر، يعني تقريبا في الاسبوع الثاني احتدم النقاش. يعني انا كنت يعني رددت على هذه المساله، مساله ان البعض يحاول ربطها بالوضع السياسي الراهن بين المغرب وفرنسا، فوضعنا ان هناك روابط يعني كنا نناقش فيها منشورات، حتى يعني بعضها فيها الاف التعليقات، مئات التعليقات يعني في مجموعات، خصوصا مجموعات التعليم في الاسبوع الثاني من شهر غشت. فالنقاش كان اصلا دائما على عادته، لكن يعني كثره يعني هذه السنه كثره شكاوى، يعني العديد من التعليقات تتحدث عن الفشل الدراسي المرتبط بموضوع الاجبار على الفرنسيه. وركز معي، انا اتحدث الان عن قضيه يعني التعدديه اللغويه التي صدع البعض رؤوسنا بها، يعني قضيه الان يعني يكون عندنا مسار دولي فرنسي واخر عربي. لا، الكثير من المؤسسات الغت اصلا الاختيار العربي، يعني فرض يعني الاختيار الفرنسي فرضا. وحتى بالسنة الماضية كان هناك احتجاجات، هو في الحقيقة كان احتجاج. طيب، ما مدى هيمنة اللغة الفرنسية على المناهج التعليمية في المغرب وخصوصا المواد العلمية؟ هيمنة مطلقة تقريبا، يعني بالنسبة للتعليم العالي هناك أيضا مغالطة بالمناسبة، مرة البعض يقول لك التعريب يعني جربناه، لا، لم نجرب تعريب في المغرب. التعليم العالي ظل منذ الاحتلال مفرنسا، لم يتم تعريبه. أنا أتحدث عن المجالات العلمية دائما بالفرنسية، وللأسف يعني هذا كان دائما عائقا امام يعني طلبه المغاربه والباحثين، ودمر البحث العلمي، وهذا بشهاده يعني الاطر التربويه، ونقاشات كثيره جدا حول هذا الموضوع بشهاده الاطر التربويه والمتخصصين والناس اللي عايشين في الواقع. فالموضوع يعني اصبح لا يطاق حقيقه، الموضوع ليس شخصي وليس يعني ولا يمكن ربطه باي جهه او اي يعني انا لا ذنب لنا لانه تزامن مع ظرفيه سياسيه معينه، بل بالعكس نرى انه جيد.
لماذا لا؟ يعني ظرفيه سياسيه تساعد على يعني اعطاء زخم لهذا النقاش اكثر واكثر، يعني نعم. عوض انه كان كل سنه يثار ولا يتم الانتباه له ولا يتم اعاره الناس يعني اي انتباه، التلاميذ دائما يشتكون تعليقات بالالاف، الناس لا يهتمون لها، فجيد من الجيد انها تزامنت مع هذه الظرفيه السياسيه، لكن كما قلت قبل يعني حدوث اي موضوع او يعني اي يعني حدوث اي ازمه سياسيه كان النقاش اصلا مثار، كان نعم. نقاش شغال، والعريضه في الحقيقه هي مجرد تلخيص للكثير من الافكار التي طرحها المغاربه، سواء اطر تربويه او اباء او اولياء وناس مهتمين بالموضوع، لان تقريبا كل منزل في المغرب الا وفيه تلميذ او تلميذه. طيب ما تحدثت عن هذه العريضه الالكترونيه، نسبه الاقبال وانت صاحب او مطلق هذا الهاشتاج، كيف هي نسبه الاقبال؟ كيف تقرا هذه الارقام؟ تقريبا اكثر من 8750 شخص وقع على هذه العريضه الالكترونيه. أول شيء العريضة لم تكن مسيسة ولا متبنات من أي جهة، كان كما قلت لك مجرد تجميع لأفكار طرحناها للنقاش أكثر من مرة، طرحها الكثير من الإخوة، راجعوها البعض يعني أضاف تعديلات، كان الموضوع اجتماعي وعلى العلن يعني يعني البعض، أنا أستغرب البعض الآن يشكك، ماذا تشكك عندك في 12 غشت لو رجعت مثلا في بعض الصفحات، كان أصلا نصف هذه العريضة كان مطروح أصلا للويب للنقاش، وبعدها يعني لو طلعت في التعليقات سجلت بقيه البنود يعني اللي كتبت في العريضه، هي نتيجه يعني نقاش اجتماعي جيد وايجابي ومثمر انتج هذه العريضه. في النهايه الناس تبنوها لماذا؟ لانها فعلا كانت تعبر عنهم، يعني ليست عمل شخص او عمل مجموعه او سياسه، لا عمل يعني مجموعات ككل، يعني نتحدث عن عشرات المجموعات شاركت بطريقه او اخرى في هذا الموضوع، نعم. يعني حتى مجرد انك تناقش موضوع في مكان معين ندخل ونرى التعليقات ونحاول ناخذ الافكار، يعني انت شاركت نعم. في النهايه، فلذلك الناس تبنوا الموضوع لانه فعلا يعني يمثل او يحتضن جميع الافكار التي تم طرحها خلال هذه الفتره، والعريضه نفسها يعني على ذكر العريضه او يعني ما دمنا نتحدث عن العريضه، العريضه نفسها كان يعني اطلقت في 23 في الشهر، يعني حتى العريضه نفسها يعني بهذه الصيغه النهائيه اطلقت قبل اي ازمه او كلام يعني سياسي وهذا الموضوع، نعم. يعني الموضوع لا علاقه له اصلا، وكما قلت لك النقاش قديم، من استيقظ اليوم نقول له بالدارجه على سلامتك، يعني النقاش لم يكن جديدا حتى نقول لا هو نعم. متزامن مع الحمله السياسيه. وصلت الفكره. الاختصاصي في علم البيانات ومطلق الهاشتاج عبد الناصر البصري، شكرا لك. وينضم الينا ايضا عبر تطبيق زوم مجموعه من المشاركين للتعليق على هذا الموضوع، أرحب بكم جميعا وأبدأ مع بدر. بدر، هل أنت مع تعريب المواد العلمية في المغرب وإنهاء سيطرة اللغة الفرنسية؟ السلام عليكم، مرحبا، أنا بدر من المغرب. أستاذ، نعم أنا مع عدم تعميم اللغة الفرنسية في المناهج التعليمية، لأن الهيمنة على المناهج التعليمية ومنذ حصولها على الاستقلال واستمرت غالبية بلدان المغرب في اعتمادها كلغة أجنبية أولى، فهكذا استطاعت أن تفرض هيمنتها على المستوى الثقافي والتعليمي، وذلك من انطلاقا من دوافع سياسية، ولكن في وقتنا الحالي نجد أن اللغة الفرنسية لم تفتح باب الشغل أمام العديد من الطلاب المغاربة، حيث وجدوا أن اللغة الإنجليزية هي اللغة التي أصبحت لها قوة في المجال العلمي والمجال البحث العلمي. شكرا. أحمد، هل تعتقد بأن هل هذه الحملة ستجد أذان صاغية من قبل السلطات المغربية؟ أهلا، أحمد من المغرب، مدرس إنجليزية. في الحقيقة وقع هذا النوع من الحملات لا يمكن أن نقول عليه كثيرا، يعني بالرجوع إلى واقع الحال في المغرب، خصوصا وأن نجد يعني بالرغم من تواجد يعني الكثير من المعارضين للغة الفرنسية كلغة تدريس بالنسبة للمواد العلمية، إلا أننا نفاجأ بأن غالبية الآباء يفضلون يعني تسجيل أبنائهم في المدارس الخصوصية التي تعتمد اللغة الفرنسية كلغة للتدريس، يعني وهذا يبرز نوع من الخوض في تصور يعني المجتمع المغربي، حيث لا يمكن لنا أن نعول على هذه الحملات. بالنسبة للصدى الذي يمكن أن تتبعه لدى السلطات المغربية والوزارة الوصية، سابق كما تقدم الأستاذ عبد الناصر، يعني الحكومة قد تقدمت بقانون الإطار سنة 2019
هو القانون الذي جاء بعد يعني حلة واسعة ضد من الفرنسية، كانت آنذاك تحت اسم المغرب بالأنجليزية، إلا أن يعني الوصاية وعلى عكس يعني تصور وانتظارات واضح، المطالبين أو تجاهلت وصلت بناء التأمين. الفكرة. ابقى هذا يعني معي يدلك على أحمد أنه ومتابعة الأمريكان لهذا الموضوع. مشاهدينا نستضيف معنا أيضا الأستاذ بالأحسن محمد، الكاتب العام للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية. أهلا بك معنا أستاذ محمد. يعني ما هي التحديات التي تواجهها اللغة العربية في المغرب؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي أن أشكركم على هذه الدعوة التي وجهتموها للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية للمساهمة في هذا النقاش المهم. اللغة العربية تواجه تحديات يعني في العالم العربي، والمغرب هو جزء من هذا العالم العربي، وطبيعة الحال المشاكل هي تقريبا أو الإكراهات هي يعني مشتركة متشابهة، تتمثل في وجود منافسة يعني يمكن القول بدون مبالغة إنها شرسة للغة الأجنبية، لغة الاستعمار القديم اللغة الفرنسية. وهناك أيضا منافسة من العامية، أي من الدوارج، من الدارجة المغربية. إذا هذا أكبر تحدي يواجه اللغة العربية، بالإضافة إلى وجود مزاحمة في ميدان الشغل وفي ميدان يعني الحياة العامة. يعني هناك تحفيز وتشجيع للغة الأجنبية في الوظائف وفي الاقتصاد، في الاقتصاد وفي مجموعة من المرافق الحيوية التي تهم يعني المواطنين وتهم الأسر والرأي العام. طيب أستاذ محمد، بما أننا نتحدث عن هذه الحملة الإلكترونية، التوقيت، ما دلالات التوقيت؟ ربما أنا لا ليست لي يعني أجوبة دقيقة، لكن يمكن أن أخمن أن ربما التوقيت هو الدخول المدرسي. إذا دائما تقريبا مع الدخول المدرسي الذي يصادف شهر شتنبر من كل سنة يكون هناك نقاش حول المدرسة وحول المناهج وحول الكتاب المدرسي. إذا السؤال اللغوي هو في الحقيقة ليس جديدا، السؤال اللغوي ليس جديدا، والإشكال وقديم يعني هو منذ الاستقلال مع الحركه الوطنيه يعني ومع تشكل النخب يعني في المغرب كان ظل هذا السؤال مطروحا. اذا هو ليس جديدا بالنسبه للمتابعين والمهتمين، يعني تقريبا في كل سنه كان هناك هذا النقاش الذي يتصادف مع الدخول الدراسي ومع الدخول الجامعي. نعم. ايضا لا ننسى ان التصنيف للجامعات في العالم الذي اصدرته شانغهاي، يعني التصنيف ديال شانغهاي، وعدم وجود أي جامعة مغربية. طيب ابقى معي أستاذ محمد، أذهب إلى فدوى. فدوى، كيف ترين حضور اللغة الفرنسية في المناهج المغربية وتحديدا المواد العلمية؟ مرحبا، فدوى من المغرب. أعتقد أن حان الوقت وقف هذه التبعية، وذلك لأني أرى أن اللغة الفرنسية لم يستفد منه المغرب والمغاربة على مدى سنوات الفائتة، مع علم أن جميع العلوم المتقدمة والبحوث هي باللغة الإنجليزية، ومؤخرا مجموعة من الآباء لجأوا إلى تدريس أبنائهم للغة الإنجليزية، وذلك أن سوق الشغل يتطلب ذلك. وشكرا. شكرا لك فدوى، كما أشكر كل ضيوفي من تطبيق زوم، وأشكر أيضا الأستاذ بالأحسن محمد الكاتب العام للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية على هذه المشاركة.